السلام عليكم. أنا مروان حسين النعيمات، والدي اللي هو حسين عوض النعيمات المحتجز بين قوات الاحتلال الإسرائيلي على أثر مشكلة الشهيد ماهر الجازي. أولا، والدي كان متواجد في المعبر وقت حدوث المشكلة، وذنبه الوحيد اللي هو كان مع الشهيد ماهر الجازي في بيان واحد، هو شخص آخر يدعى مصلح الحويطات، ما له أي ذنب ثاني غير هالمشكلة فقط لا غير. ولحد الآن من يوم الأحد ما وصلنا أي خبر عنه، ما احنا عارفين هو عايش، هو ميت، هل هو يتعذب، هل هو يعني أبدا مو واصلنا أي رسالة. آخر تواصل معاه كان يوم الأحد الساعة 2:06، حكى ما احنا كنا نرن عليه كثير كثير من بعد ما سمعنا في المشكلة، وكنا عارفين انه هو متواجد في جسر الملك حسين، فرد علينا بعد عناء طويل طبعا، ومدة المكالمة كانت 16 ثانية، اللي حكى لنا انا صارت معي مشكلة في الجسر، لا تخافوا ولا ترجعوا ترنوا علي واصلوا الخط، يعني حتى هو ما فصل الخط، حكى لنا انتوا اصلوا الخط. ما حكيت لك هو ذنبه الوحيد او علاقته الوحيدة انه كان في بيان جمركي واحد، هم يعني قانون الأردن عندنا في الشحن كل 3 سيارات أو كل 3 شحنات في المعبر يفوتن في بيان جمركي واحد، هذا هو ذنبه الوحيد وهاي هي علاقته الوحيدة فيه. يعني أبوي من 2017 وهو يتردد على المعبر، كل فروع كل روحة مع يعني سائق شكل، يعني مش دائما مع ماهر الجازي ومش دائما مع مصلح حويطة، ففي الصدفة صدف يعني أنه إجا مع ماهر ومع مصلح. نعم صحيح، يشتغلوا في شركة واحدة، وأبوي أصلا سكان محافظة الكرك لواء القطرانة، وماهر الجازي ساكن معان الحسينيين. أبوي مواليد 68 وعنده 3 أولاد، ولدين وبنت، أكبرهم مواليد 98 وأصغرهم مواليد 2013. ما أتوقع هي زمالة عمل فقط، يعني ما يجمعهم أي شيء آخر ولا يجمعهم اي يعني اي شيء ابدا. حكيت لك انا في الصدفه صدفت انه اجت شحنته مع شحنه ماهر الجازي، وبالصدفه ترافقوا وانحطوا في نفس البيان، وهذا هو ذنبهم الوحيد وما لهم اي ذنب اخر سوى ابوي ولا مصلح الحويطات. حكينا تحركنا كثير، ما في اي رد ابدا، كله بيقول تحقيقات تحقيقات، يعني ما له اي ذنب ابدا عشان يتحقق معه. بعدين من يوم الاحد لليوم هذا ولا اي شيء وصلنا منه. حكيت لك انا يوم الاحد على الساعه 2:06، هاي كانت اخر مكالمه، لحد الان ما بندري عنه شيء، تلفونه انغلق ولحد الان مغلق. انا بطالب في ابوي، يعني ابوي ما له اي ذنب ابدا، اني اشوفه قدام عيوني. مين بدنا الناشط؟ ما ناس فايدنا اصلا غير جلاله الملك، وما راح ناس يقدر يفيدنا غير جلالته، وانا كل يقين في جلاله الملك وما راح يخيب ظني ان شاء الله. يعني ابوي ما عليه اي اسباقيات، ما عليه اي شيء، حكيت لك مواليد 68 وهو عمره 20 سنه بيشتغل سائق شاحنه، ومن ال 2017 وهو يتردد على المعبر ولا عمره صار اي مشكله معه، ولا دائما يروح ويرجع واحنا مش خايفين عليه. فيعني لحد الان مصدومين من هالقصه، ولسه مش يعني مش متوقعين الحدث اللي صار ابدا. فأنا أناشد جلالة الملك إنه يرجع لنا والدي ومصلح الحويطات في السلامة، وإن شاء الله ما يكون صاير فيهم شيء ولا يصير عليهم شيء.